بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا كاينيتوجين أمبولات شراب ألمانية بطعم المانجو والليمون الرائع، وهو يحتوي على الكولاجين المتحلل، وهو كولاجين متقدم من النوع الثاني، مصدره حلال من الأبقار بتركيز 10,000 ميلي جرام لكل أمبولة شراب. ويتميز هذا المنتج بأنه ذات تأثير قوي وسريع الامتصاص، مما يدعم الاستفادة من الجرعة كاملة. ويعمل هذا المنتج بكفاءة عالية لعلاج حالات التهابات وخشونة وتآكل المفاصل، مما يعطي سهولة وليونة أثناء الحركة، ويعيد بناء الغضاريف. ونظرا أنه يعطي نتائج ممتازة من الشهر الأول، يفضل استخدامه من 3 إلى 6 شهور متواصلة لإعادة بناء الغضاريف. الجرعة أمبولة شراب واحدة يوميا، العبوة 30 أمبولة شراب، سعر العبوة 369 ريال 25 هلة،